السلام عليكم تسعه صحفيين كانوا يعملون في صنعاء اختطفهم الحوثيون من فندق كانوا يقيمون فيه بعد اغلاق مقرات اعمالهم اختطفوا من احد فنادق صنعاء ونقلهم الحوثيون بين عده سجون واخفوهم لفترات متفاوته وما يزالون جميعا في السجن يتعرضون للتعذيب بين حين وآخر ويعانون من سوء المعاملة الدائمة والدة الصحفي توفيق المنصوري وزوجته يحكيان قصتهما في الفيلم التالي نتابع ثم نعود عندكم عبد الله عبد الله لوح لنا بعائلته الأولاد قبل يومين من ما يمكن قرية يروح قلت له لكن تكون عندي كولي توفيق قال يمكن ما يروح برمضان بالعيد احنا نروح كل احنا سافرنا البلاد عاد احنا وصلنا واليوم الثاني أجا الخبر بال اختطفوا بالفجر بس احنا ما زدنا اليوم الثاني وقد اتصلوا لاخوه وسافر و... وحادني قلبي يعني حاسس وضابح من لما اتصلوا عبد الله اتصلوا لعبد الله وهو سر من عندنا سر غرفته ابصر عبد الله لما هو يتكلم اتكلم والدمعة تقول بين عينه اني يعني لحقك بعده قلت هذا لا شك انه حاجه وما هو يا عبد الله قال ولا شيء انت لا كنت سكر روحي طلعك وهو جا بعدين ماشي بس اني هذه حاجه قال تخافيش يا امه لا يمكن العمل يمكن قلت له انا والله لازم اني نتوب حاجه حاس قال له لهم له مسكوا العيال وقفوهم بالعمل دي لهم وأنا لازم احضر ماشي ذيك الساعه يعني وصل هناك واتصل اتصل لهم واتصل له يقول يا أمه ما هو ما داهو هم وقفوا شيء يعني حاجة لا رضي الله على رسوله لا خافوا من الله ولا يرحموا يعني كنا نفكر اني يعني لا جلس كان يقولوا لنا يعني اسبوع اسبوعين نتخيل خلاص ما نقدرش نصبر لا اسبوع ولا اسبوعين ولا شهر ولا شهرين وظلت تمشي وذاهي سنه ورا سنه ورا سنه واحنا صابرين يعني نتفائل انهم كانوا شخرج خاف كأني مرض كتعب كأني خافك على يعني داري أنهم هم بهمش بهم شرح ما يعني كل يوم أني ما أقدرك ماسك روحي وتعبك إلى الآن وأنا ما أقدر ماسك نفسي لا أقدر حسبي الله ونعم الوكيل يعني قتلوا إحنا بظلمهم أجت لنا أخباره بعد يعني فترة صاروا يعني للسجون يعني اختفى تماما يعني ما وصلتناش أي أخبار بعد ما اختطفوا كان يعني مستقيم وكان بأمله كان مع أسرته كان معنا كل إحنا ومع أخوته وخواته كل الأسرة يعني ما هو سبحان الله لا وما كانش ثائر زاهد إنه أبوه في السجن وكانوا مراعيين له اللي يروح بالعيد يعني هو قال لنا بعد احنا نسافر او قبل رمضان وهو شيء الحق احنا بالعيد وش يشتري الملابس ملابس كان توكل تقول انه يعني التروح اللي هي وهو قال لي لا انا معي عمل وش يجي العيد يشتري لهم ملابس العيد والحاجات واللعب وشي سافر بعدهم يعني اجى العيد وكلمناهم يعني انهم بزوهم المليشيات وانهم يخرجونهم والله ان غيابه يعني مريضنا وتعبنا وكل الاسره يعني كان مكتف مكت... م... م... اكتمل فرحنا بهم كلهم الا فكرك الليل ما نمشي الا فكرك بالنهار يعني ما ما كنيش عايش بأدابه وكل يعني هون عليا اصعب حاجه الا لما بصيروا ولا يعني ونسمع على مرضه ولا تعبوا قتل هنا توكل بدت اول سنه تدرس وابوها مختطف والان قضيت تدخل رابع وثائر ذا وثاني يعني تجي النتيجه تجي ما اسموش تكلموا بابا ما يسمحوش حتى ما يسمحوش الصور بينهن صورنا مره التوكل معها النتيجه ما يسمحوش بصور يدخلين يعني توري لابوها اطفال والله يا كلهم يدوروا عليه والحمد لله انهم مامهم وكلهم كلهم ما اسمهم بس ابوهم مهالك عليه ويدوروا عليه وكل يتمنوا انه معاهم ويت كل احنا نتمنى انه يحضر معانا يعني احلى الوقت الى بصرنا من سيارة كنا ما مش مصدقين يعني ان احنا نشوفه يعني هكذا ومكان وقع كان مريض وكان يعني الحمد لله ان احنا شفناه ما يعني بس ال... يعني كان صعب يعني لما ساعة ال... هكذا تشوفه تتخاي خلص ملكة الدنيا لما ساعة ما تخرج يعني خلاص هذا كان اصعب لحظة ولو سرنا طالع كاني قال كشازورو لما تعب بالعذاب سرنا اول يوم لا بس يجي ورد احنا قالوا ما بش زيارة نحن احنا البلاد وإحنا نشتي نشوف احنا عياله وعائلته قالوا باكر لكرة رجعك من هناك كان تخايعني نا قل عليهم رحت يوم راح كل يوم الثاني ذيك اليوم رجع كلام ما رجع كمان يمكش ولا هجعك ولا ربوخ ولا الجهلاء يعني جرحك احنا نبصر ابونا ما بصرنا شتم كذبكم علينا قلنا ما كذبناش عليكم كذبوا عليكم هم الله لا سامحهم ولا غفر لهم الله لا ولهم اليوم الثاني شو يعني خمسة عشر دقيقة ربع ساعة ما توصلش لما بصرنا تعب يعني يفتح لما بصركو بس ك يعني خيال رؤيا ما صدقش إيش تكلمت لهما ما هو ما تكلمش يعني على نفسه كان تعب وكان مريض وما قليش يا أم لا تخافي انا ما بيشي انا دانا ما همي ولا تهمي ولا ولا تكوني تفكري انا عايش مرتاح انا يعني بس باين عليه يعني العذاب وباين عليه يعني باين عليه بصورته ما وش يعني تو بيسجنهم هم ولا يرحمه ولا قال يعني زيارتكم يعني نص افراج لما بصرككم قال كان لي منه يمكن سنه ونص سنه مم. ثمانية شهور تكلمينا على يوم اعتدوا عليك قدامك ايوه يوم تكلمنا احنا وهو يعني مهم يا جنبهم مسنبين وان له ما يا ما اسكك عجب اني اجابه معه من فوق الشبك يعني بان احنا هم ما يقول لأمي لي ولا وهم يا لما هو يرفع يوده هكا ها يا يرفع يوده ايش تسمع مننا وهم يقولون نزل يودك نزل يوده وهم جنبه لكل وكل واحد بجنب من عنده وانا يعني روحي ترى لا قل ما يتوفق ما لهم يتوفقوا ولا لا حاجه يعني يبصر. بعد قلوا كل واحد يجر من شق فقل لهم يعني المهم انه ما يشتيهم شيء المس سحبوه من عندي سحب ومشوا هي ما صار من عندي وانا اسمع الصائح رجع لي يعني لما <applause> والعيال وال توكل خرجت وتصيح يعني ما قدرش تبكي قدام ابوها يعني صرنا نقول لها لا تبكي عشان لا يتاثر خرج وهي تبكي و... وثائر و... يعني صعب في البدايه قالوا لهم اشتباه بسيط وسيخرجون غدا ثم قالوا لهم تحقيقات وسيخرجون بعد ايام ثم اخفوهم تماما، وكل مسؤول حوثي ادعى انه لا يعرف عنهم شيئا، وبعد اشهر اظهروا اماكنهم وقالوا انهم خليه خطيره، ولكن لم يوجهوا لهم اي تهمه بشكل رسمي. نقلوهم من اقسام الشرطه الى البحث الجنائي الى سجون سريه، ثم الى المناطق الامنيه يظهرونهم حينا ويخفونهم احيانا اخرى، الى ان استقر بهم المقام في سجن جهاز الامن السياسي بصنعاء. ومنذ ذلك الحين ما يزالون قيد الاختطاف، لم توجه لهم تهمه ولو مزيفه ككل التهم الموجهه للمحاكمين امام المحكمه الجزائيه بصنعاء. مشاهدينا الكرام وضع الصحفيين المعتقلين في سجن الامن السياسي بصنعاء موضوع حديثنا مع الناشط الحقوقي والصحفي حسين الصوفي ينضم الينا من مدينه مأرب. مرحبا بك سيد حسين الصوفي. اهلا وسهلا حياكم الله تابعنا قبل قليل ما روته والدة وزوجة الزميل المختطف توفيق المنصوري وشرح جانب من معاناتهما ثلاث سنوات ونحن الآن في الرابعة وما يزال تسعة صحفيين مختطفين في سجون ميليشيا الحوثي برأيك لماذا تحتفظ بهم ميليشيا الحوثي كل هذا الوقت؟ شكرا جزيلا لكم واحييكم دائما في برنامج لست وحدك على التذكير المستمر بقضيه زملاء المختطفين، بالنسبه لي ما ذكرتم استاذ عبد الله كانت منظمه مراسلون بلا حدود ومقرها في فرنسا ذكرت في عام 2017 بالنص ان الميليشيا ميليشيا الحوثي تحتجز الصحفيين او تقوم باختطاف الصحفيين والمواطنين بشكل عام نعم. وتقوم باختطافهم وتحتفظ بهم كرهائن لتحقيق انتصارات سياسيه وابتزاز الحكومه وهذه في القانون الدولي الانساني تعتبر جريمه حرب وجريمه ضد الانسانيه كما ينص عليها القانون الدولي الانساني وهذا هو الـ الـ اليوم ما يجب على المبعوث الاممي وما يجب على الجهات الدوليه التي تدافع عن حقوق الانسان ان تقف معها بما يجب يعني اليوم لو ان هناك يعني مجرمين او ما يسمى بالارهابيين يقومون باختطاف طائره ما او يقومون باختطاف مثلا باحتجاز رهائن او رهائن مثلا في لا. احد المسارح في باريس او غيرها يقومون باختطافهم كرهائن لتحقيق اغراض سياسيه او ابتزازات ماليه فان العالم يقوم ولا يقعد اليوم حسب التوصيف الذي قالته المنظمة منظمة مراسلون بلا حدود وهو ما أكد عليه سلوك الحوثيون حيث أنه عندما فشلت مشاورات جنيف ثلاثة قام الحوثيون في اليوم الثاني أو الثالث بتقديم أوراق الصحفيين بعد ثلاث سنوات ونصف إلى المحكمة وهو ابتزاز واضح واستخدام وتسييس قضية المختطفين أو الصحفيين في القلب منهم ويعني استخدامها كورقة لابتزاز الحكومة وابتزاز الـ الـ الشرعية والمجتمع الدولي أيضا وهي جريمة كما وصفها القانون الدولي الإنساني بأنها جريمة ضد الإنسانية وهذا عار في جبين الأمم المتحدة وفي جبين المبعوث الدولي وهو أيضا مسؤولية كبيرة جدا أمام الحكومة التي نعم. لم تستقل هذا الملف استغلالا أو لم تقم بحقه ونحن قد وضعنا بالضبط هذا هو السؤال سيد حسين. حسين لماذا لم تقم الحكومة بحق هؤلاء الذين يعني عملوا عملا اعلاميا وقدموا اعمال اعلاميه مؤيده للحكومه الشرعيه. الحكومه الشرعيه طبعا هم صحفيون ونحن نؤكد الف مره انهم كانوا يقومون بعملهم المهني، هم يقوم بعمله وواجبه الوظيفي والمهني مثل اي صحفي في العالم، لكن كما ذكرتم انتم هم يقومون بدورهم اثناء ما خليت البلد بكاملها حين من رفض للانقلاب وتاييد للسلطه الشرعيه وسلطه الدوله وهذه يعني قمه المهنيه بالتاكيد بالتاكيد وهو واجب حينما يتم يعني انتهاك البلد باكملها حينما يتم احتلال كل مؤسسات الدوله، حينما يتم اغلاق كل المؤسسات الاعلاميه والصحفيه كانت المحليه والاجنبيه في صنعاء، كل القنوات والمؤسسات في صنعاء تم اغلاقها، تم يعني الاستيلاء عليها، لم يبقى الا هؤلاء الذين كانوا هناك في صنعاء ويتنقلون من فندق الى اخر. هذا العمل الوطني الكبير والمهني ايضا الذي كانوا يقومون به للاسف الشديد لم يجد يعني صدى يعني يقابل هذا الجهد وهذه التضحيه وهذا النضال البطولي من حيث المهنيه والبطولي من حيث ايضا اداء الواجب الوطني يعني نعم. الاصل على الشرعيه ان ان تقوم بدورها الاصل عليهم ان يعني يدافعون عنهم بشكل يليق وخصوصا ان هذه القضيه قضيه يعني تم تجيش وتحشيد المجتمع الراي العالمي المحلي والدولي باتجاه الضغط على الميليشيا لولا انها لم تجد اذنا صاغيه من الحكومه. انت قريب من بعض الوجهاء سيد حسين الذين فاوضوا في عمليات تبادل الاسرى، هل وردت اسماء بعض الصحفيين كمقترحات الصحفيين المختطفين في هذه المبادرات والمقايضات هي هي الاصل ان يتم الضغط بشكل او باخر بكل الوسائل من اجل الافراج عن هؤلاء المختطفين بغض النظر عن هذه المبادرات لكن حينما طالت الحرب وايضا تقاعست الجهات المحليه والدوليه في الدفاع عن المختطفين لجأ الناس إلى القبول بالإفراج عن المختطفين الذين يتم اختطافهم نعم. من أماكنهم ومن أماكن أعمالهم ومن بيوتهم ومن صالات العراس يتم التبادل بهم بأسرى يتم من أسرى لدى الحوثي أسرى الحوثيين الذين مقاتلي. لدى ومثل ذلك الزميل يوسف عجلان الذي تم الإفراج عنه نعم أفرجوا عن الزميل يوسف عجلان وهو صحفي تم اختطافه من بيته من أمام منزله من سيارته وأودعوه في السجن دون تهمة وثم أفرجوا عنه مقابل الإفراج عن أسير كان لدي لدى الحكومة الشرعية حينما نتحدث مع الذين يشتغلون في هذا الملف أو يقومون بالمفاوضات والمقايضات نعم طرح قضية الصحفيين أكثر من مرة ومنذ أول لحظة وأنا مطلع على كثير من المفاوضات وكثير من الاطروحات ويتم طرح الاسماء التي يعني حتى في اخر ربما مشاورات واخر مفاوضات اخر جوله المفاوضات كانت قبل ربما شهرين طرحت الاسماء التي ارادها الحوثيون يعني فتحت هنا الشرعيه بكل الاسماء الذين ارادها الحوثيون ثم في اخر لحظه افشلوا صفقه المختطفين والصحفيين نعم. لانهم يعلمون ان الصحفيون هم الورقه الرابحه لديهم إذا كان الورقة الرابحة لدى الميليشيا فهل هؤلاء الصحفيين المختطفين الورقة الخاسرة لدى السلطة الشرعية لدى الإعلاميين المستقلين لدى الوسط الصحفي اليمني لماذا كل هذا التجاهل هل طول الوقت والمدة يعني يأس الزملاء في الوسط الإعلامي من إبقاء هذا الملف مرفوعا وعاليا أمام الجميع نحن دعونا أكثر من مرة يعني في طيلة الثلاث السنوات كنا ندعو من أكثر من مرة إلى أن يتم التحرك كما يجب يعني الأسرة الصحفية اليمنية لو تحركت بشكل مناسب لو تحركت بأدنى يعني الحركة الجماعية لو تحرك الأسرة الصحفية اليمنية بشكل موحد لاستطاعت أن تنتزع الصحفيين كان هناك دعوة من الاتحاد الدولي للصحفيين وبالمناسبة الاتحاد الدولي للصحفيين وهو يمثل أكثر من 600 ألف صحفي في العالم من أكثر من 122 دولة نعم. في خطابه لعبد الملك الحوثي بعد في, في 2015 وصف عبد الملك الحوثي بأنه قاتل الصحفيين وحينما التقوا بوزير الخارجية السابق الأستاذ عبد الملك المخلافي في جنيف عرضوا عليه بزيارة اليمن وكانت هذه تعتبر ربما أكبر عرض يتلقاه تتلقاه الشرعية لكن لم يلتقط أحد من الحكومة الشرعية لم يلتقط أحد هذه الدعوة وكانت ستمثل ضغطا كبيرا اللقاء الأخير الذي كان في نقابة الصحفيين التونسيين كان لقاء مهما وقفة ممتازة وكانت يعني تمثل جانب معنوي إيجابي وأيضا ضاغطه بشكل كبير وكنا نتمنى ان تكون هذه الوقفه في في الايام الاولى من من الاختطاف يعني قبل ثلاث سنوات وهو ما ندعو نقابه الصحفيين اليوم الى ان تفعل دورها في التواصل مع النقابات العربيه وايضا الاتحاد الدولي هي قضيه حيه لدى هذه المؤسسات لكنها لم تجد من يتابع بشكل مستمر خصوصا من الزملاء الذين في الخارج. نعم. وجه رئيس الوزراء بمنح مساعدات ماليه لاسر هؤلاء الزملاء المختطفين وسمعنا انه انها وصلت مره او مرتين برايك من المسؤول عن انقطاع هذه الاعاشات لاسر الصحفيين المختطفين بالنسبه للصحفيين توجيه رئيس الوزراء كان كنت مطلعا عليه منذ اللحظه الاولى كنا نتواصل مع الاخوات في رابطه مات المختطفين والتقينا هنا في مارب بالاستاذ عبد العزيز كان حينها نائب رئيس الوزراء ووجه او رفع مذكره الى رئيس الوزراء بان يتم اعتماد المختطفين بشكل عام وقدم له كشف يحمل 3435 اسما من بينهم الصحفيين ووجه فيه رئيس الوزراء حينذاك في نهايه 2017 باعتماد راتب شهري بمقدار 60 ألف ريال لكل أسرة مختطف بأثر رجعي على أن تعتمد من شهر 12 2016 حتى حين حتى اليوم لكن للأسف الشديد صرفت مرة واحدة اما بالنسبه للصحفيين فكان توجيها صريحا من رئيس الوزراء بحضور وزير الاعلام وايضا وزير الدولة لشؤون الحوار الوطني الاستاذ ياسر الرعيني والاستاذ معمر الارياني وجه رئيس الوزراء بتوظيف الصحفيين الذين لدى الميليشيات الحوثية في وكالة الانباء اليمنية سبا وفي قطاعات الاذاعة والتلفزيون ويتم صرف رواتب مستمرة اضافة الى الاعتمادات التي وجهت لها لكن للاسف الشديد كل هذه التوجيهات وكل هذه الاوراق اصبحت حبرا على ورق ولم تصرف إلا مرة واحدة في خلال السنتين والشهرين يعني صرفت مرة واحدة والأخطر من ذلك أن توجيه رئيس الوزراء الأخير قبل ثلاثة أشهر حينما زارته رابط أمهات المختطفين وجه بتوجيه آخر وكأنه يقفز على التوجيه السابق كأنها مساعدة ثانية ولم يتم صرفها كما ذكر في التوجيه السابق أن يتم صرفها كراتب شهري من شهر 12 2016 يعتمد بأثر رجعي وهذه يعني سؤال كبير وعلامه استفهام كبيره توضع امام الحكومه هل تعتقد اننا بحاجه الى النضال في وجه الحكومه الشرعيه اولا لتحسين اوضاع اسر هؤلاء المختطفين وتحريك ملفاتهم والتقدم التقدم بمطالبات دوليه للضغط على الميليشيا قبل ان يوجه النضال الى خاطفيهم المباشرين؟ اعتقد اننا بحاجه الى النضال بشكل متوازي يعني بحاجه بالنضال لننصر الحكومه يعني الحكومه كنا قد التقينا بهم هنا وذكرناهم انهم عليهم ان يشتغلوا في الجانب القانوني الحقوقي والانساني والسياسي لكنهم للاسف الشديد فشلوا في الجانب الحقوقي والإنساني وكان بإمكانهم أن يضغطوا بهذا الاتجاه حتى لا يتم الابتزاز ابتزازهم من قبل المجتمع الدولي وأنا ذكرت في بعد تقرير لجنة الخبراء أنهم تلقوا صفعة فعلا كانت صفعة مدوية لأنهم أهملوا وفرطوا وضيعوا الملف الحقوقي والملف الإنساني وبالتالي فشلوا في الملف الحقوقي والإنساني وكان أيضا الفشل في الملف السياسي وانعكس ذلك في الملف الاقتصادي للأسف الشديد وهذا يعني بسبب ايضا اهمال الحكومه لهذه القضيه الحساسه وبالتالي اعتقد اننا فعلا علينا ان نرفع الصوت امام الحكومه وايضا بالتوازي مع رفع صوتنا امام هذه الميليشيا وامام ايضا الجهات الدوليه التي لا تغض الطرف عن انتهاكات وجرائم الحوثيين. لكي نكون اكثر تحديدا وانصافا ماذا عن موقف آه وزاره الاعلام باعتبارها الهيئه الاعلاميه او الحكوميه الاقرب والمعنيه بعمل الاعلاميين والصحفيين عموما واداره الجبهه الاعلاميه ما هو موقف هذه الوزاره من استمرار اختطاف الصحفيين هل تقوم باي انشطه بحكم ان لديها تمويل هل تقوم بتعميمات على المؤسسات الاعلاميه بابقاء الملف يعني على طاوله المشاهده ما الذي تقوم به وزاره الاعلام تجاه هذا الملف؟ الوزاره مقصره الى حد كبير، طبعا مهما عملوا لديهم اعمال ايجابيه وكنا قد تواصلنا معهم وايضا كنا شهود على بعض التفاعلات الايجابيه لكنها مهما فعلت فانها تبقى مقصره الى حد كبير، خصوصا انها الجهه المؤثره والجهه الفاعله والجهه التي تتحرك في كثير من الملفات لكنها لو تحركت وضغطت بهذا الاتجاه لنجحت نجاحا كبيرا وكان هذا النجاح سينعكس على اداء الحكومه بشكل عام لكنها فرطت بشكل كامل بشكل كبير بشكل كلي في ملف المختطفين وفي القلب منهم الصحفيين وكنا هنا في مع لقاء مع وزير الاعلام وبعض وكلائه وبحضور الاستاذ الزميل يوسف عجلان ووعد والاستاذ ايضا الزميل اكرم القدمي ووعدنا وزير الاعلام في نهايه 2017 بتشكيل لجنه، هذه اللجنه من الوزاره وايضا بالتعاون مع منظمه صدى وايضا بالزملاء الذين تم الافراج عنهم سيقومون بحمل هذا الملف بمتابعه وتمويل وزاره الاعلام، لكن للاسف الشديد حينما سافر الوزير نسي هذا الوعد وهو هذا التراكم وهذا الترهل وهذا التناسي ينعكس بشكل سلبي على وضع الصحفيين والمختطفين وهكذا تعمل كل الوزارات حينما تقادر مارب أو تقادر الجهات التي تكون فيها تنسى قضية الصحفيين وتنشغل بقضايا قد تظنها أنها قضايا رئيسية لكنها في للأسف الشديد تعمل كل الوزارات تعملون بشكل يعني ثانوي وينسون القضية الحقيقية كان يمكن أن تخصص الوزارة خمسة وكلاء من العشرين وكيل المعينين فيها لمتابعة هذا الملف لكنهم مشغولون جميعهم في تويتر بتغريد لأمور لا ندري ما مدى يعني أهميتها بالنسبة لهذا الملف ولبقية الملفات عموماً هل لديكم معلومات عن أوضاع هؤلاء الزملاء المختطفين حاليا في السجن هل هناك أنباء يعني عن أوضاعهم وكيف هي الآن هناك كما ذكرت يعني نية لتقديمهم للمحاكمات ما هو الجديد للاسف الشديد يعني هم تعرضوا لكثير من الاذى الكثير من التعذيب والتعنيف النفسي والجسدي حتى انهم اصيبوا بكثير من الامراض خلال الثلاث سنوات والنصف يعني في الفتره الاخيره قبل ما سميت بمشاورات جنيف ثلاثة كان هناك مساحة من التواصل مع أهاليهم حتى أن بعض أهاليهم كانوا يزورونهم ووجدوهم في ربما صحة أفضل من من الأيام التي مضت وكنا نعد هذا مؤشرا إيجابيا لكن بعد أن فشلت مشاورات جنيف، عاد الحوثيون الى التضييق عليهم ومحاوله تقديم اوراقهم الى النيابه، والنيابه بالمناسبه هي تعتبر نيابه باطله وملقيه بقرار المحكمه بقرار المحكمه العليا وايضا بقرار مجلس القضاء الاعلى، لكن وضعهم الان بكل بكل يعني الجوانب وبكل المقاييس يعتبر وضعا كارثيا لانهم تحت التعذيب وخلف القضبان لاكثر من ثلاث سنوات ونصف هذه بحد ذاتها تعتبر جريمة من الجرائم الكبيرة سيد حسين هل تعتقد أن الملفات القانونية التي توثق حقوق كل صحفي من هؤلاء الصحفيين المختطفين ملفات مرتبة موثقة أشرف عليها جهة معينة على إثبات حق هؤلاء يعني قانونيا كيف هو حال وضع كيف هو حال أو وضع ملفات هؤلاء الصحفيين نحن نحييكم انتم في برنامج لست وفي قناه بلقيس على الاهتمام بشكل ربما نعتبر انه اعلى درجه او اعلى درجات التوثيق انا باعتقادي ومن خلال اطلاعنا ومتابعتنا فانتم تقومون بعمل مهم جدا ومهني وايضا شبه قضائي نحن في منظمه صدى ايضا كنا مع الزملاء قد قمنا بعمل توثيق مرئي ووثقنا شهادات كثير من الزملاء ايضا الزميل اكرم توفيق قام بكتابه يعني كتاب كتاب روايه عن ما تعرض له ونشر ذلك وطبع وايضا ربما يتم طباعته الى اللغه الانجليزيه لكن هل هناك توثيق قضائي توثيق بالمعنى القضائي المهني الذي يرقى او ينتقل وهو ما دعونا الحكومه بعد جنيف أن أن يتم نقل هذه الملفات إلى جنيف، لم يتم التوثيق القضائي النهائي التوثيق المكتمل بالشكل المطلوب يعني هناك قصور في التوثيق لا يزال وهو ما ندعو كل الجهات المعنية خاصة في القضاء أن تقوم بواجبها ومسؤوليتها لأنه بعد ثلاث سنوات ونصف لا يجوز أن تهمل مثل هذه الملفات. نعم، هل من رسالة أخيرة تود أن تطرحها في هذه المساحة؟ هي الرسالة التي نؤكد ونشدد على القضاء في الجانب الحكومة في جانب الحكومة الشرعية حينما يتم الضغط من قبل هؤلاء القضاة الذين حكموا بالإعدام على الساد يحيى عبد الرقيب الجبيحي ثم في خلال ساعتين في مبنى الأمن السياسي ثم أفرجوا عنه ولا يزال ابنه لا يزال رهينة لديه لدى ميليشيا الحوثي هذا القاضي للأسف الشديد لا يزال القاضي عبد راجح لا يزال يستلم راتبه من عدن وهذه كارثه ان لم يتم تحويله طبقا للقانون السلطه القضائيه الماده 30 ربما السلطه القضائيه تقول انه يتم احاله مثل هؤلاء الذين يرتكبون جرائم في حق القضاء يتم احالتهم الى مجلس تأديبي او يتم احالتهم الى محكمه باعتبارهم, باعتبارهم هل يمكن سيد حسين ان تكرر هذه المعلومه؟ سيد هذا حسين لم يتم سيد حسين هل يمكن ان تكرر هذه المعلومه؟ القاضي الحوثي الذي حكم بالاعدام على الصحفي الجبيحي ومن قبله على عدد من السياسيين ومنهم رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي يستلم راتبه من الحكومة الشرعية حتى اللحظة نعم وهذا ما اعترف به الإخوة في مجلس القضاء الأعلى تواصلنا مع الإخوة في مجلس القضاء الأعلى وقالوا لنا أنهم يرسلون هذه المرتبات إلى صنعاء وانهم لا يستطيعون قطعها باعتبار ان هذا يعتبر حق من حقوقهم لكن حينما واجهناهم قلنا ايضا من حقوقنا ايضا ومن حق القضاء اليمني ان يقوم بتطبيق القانون نعم. هذا يمتهن القانون ينتهك القانون ينتهك القانون قانون السلطه القضائيه يجب عليكم ان اما ان يحال الى مجلس قضاء التاديبي او الى المحكمه الجنائيه محكمة المحكمه الجزائيه باعتبار يرتكب جنايه قالوا يعني سكتوا وصمتوا نعم. ان لم يقوموا بذا او بذاك يوقفوا رواتبهم على الاقل او على الاقل يقوموا بنقلها بعد ان نقلوا المحكمه يقوموا بتفعيل القضاء هذه يعني السلطه الشرعيه يقوم تقوم بتفعيل القضاء في اماكن المحافظات المحرره آه هذا موضوع طويل تفعيل القضاء وتغيب القضاء في الحقيقه وبشكل مدروس ومقصود في جميع المناطق المحرره عموما شكرا لهذه الايضاحات من قبل الصحفي والناشط الحقوقي حسين الصوفي كنت معنا من مأرب شكرا جزيلا لك مشاهدينا الكرام الى هنا انتهى وقت هذه الحلقه نذكركم بان وسائل اتصالنا مفتوحه من خلال الايميل الظاهر اسفل الشاشه او عبر صفحتنا على الفيسبوك كما يمكنكم مشاهده الحلقات السابقه من البرنامج على قناه بلقيس على اليوتيوب او قناه البرنامج على التليجرام الصحفي المختطف توفيق المنصوري وزملاؤك الثمانيه تم الرصد في امان الله